صارنا اليوم خاصين صارت نقلب الدنيا على اعتبار شيء شو طلع سعد بس هو حقيقة الولد تعب يعني قدام أصبر قيد ماذا يجري عن بعض قد وقت يا وليد 10 لا 10 ها جد يحشش بيك 10 مو ساعتي مو مضبوطه 10 دقائق بدأت علامات الاستياء على الجمهور ان شاء الله نتيجة تاريخية للعراق جايين على لعبة الأخيرة وإن شاء الله نفوز ونتأهل يلا علي علي شفتوا لاعب بالملاعب يلعب وايد على جرحه.